شيء، أي منظر يمكن أن يطلع عليه الطفل، وهذا المنظر يخل بالأدب العام. يجب أن نقف أمام الطفل، أن لا نجعل الطفل يطلع على هذا المنظر. ليش؟ شوي دققوا في هذه النقطة وما أفصل فيها كثير. دائما التكوين يجب أن يتناسق مع التشريع. يعني شنو؟ نقرب بمثال. أنت عندك ابن، تقول لهذا الابن أريدك أن تكون ناجحا في المدرسة، هذا تشريع، يعني هذا قانون، هذه رغبتك. لازم توفر إلى في الواقع الخارجي الأشياء اللي يتمكن أن يحقق بها هذه الرغبة. أما إذا أهملته، خليته في مدرسة متخلفة، يوم وصلته إلى المدرسة يوم ما وصلته، ما اهتممت بمذاكرته، ما اشتريت له الكتب، ما هيأت له أفراد يذاكرونه أفراد جيدين، شنو النتيجة في نهاية العام؟ سقوط. واضح بعد؟ ما تناسق التكوين مع التشريع، الواقع الخارجي ما تناسق مع رغبتك التي تريدها من ولدك. جيد. الطفل الغريزة فيه موجودة، ولكن هذه الغريزة ضامرة مستترة إلى قبل البلوغ. العلماء يحددون، علماء النفس، هاي الفترة بين 6 إلى 12، هذه الغريزة موجودة ولكنها ضامرة مستترة. هذه الغريزة يجب أن لا توقظ. إذا أوقظت هذه الغريزة بأقل شيء، إذا واحد كبير هو يمكن تقول له صحيح، ولكن تعفف، يفهم المنطق، يفهم الكلام، ولكن طفل ما يفهم المنطق، يعني جدا صعب عليه يفهم المنطق. عندما يجوع يريد أن يذهب يأكل، ماذا نفعل؟ الغريزة توقظ، المنطق ضعيف التأثير في هذا الطفل وتنهاه، هذا معناته شنو؟ صار تناقض بين التشريع والتكوين. دققت؟ تناقض بين التشريع والتكوين، تقول له لا ولكن عمليا تدفعه إلى نعم، هذا تناقض، ما يمكن. الإسلام يدقق أنه في هذه المرحلة لا يحدث هنالك أصغر شيء يوقظ هذه الغريزة في نفس الطفل، ولذلك يقول يجب عليه الاستئذان حتى لا يفاجأ في منظر يوقظ فيه هذه الغريزة. وإذا تيقظت هذه الغريزة في الأطفال، هذه الغريزة لا ينفع فيها الكلام. واحد يلقي واحد في البحر ويقول له لا تغرق، هذا مو منطق. ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، مو ممكن. ما أقول مو ممكن، يعني محال، ولكن القضية تصير صعبة. أنت فجرت هذه الطاقة، ولدت هذه الطاقة، بعدين تقف أمام هذه الطاقة، هذا أمر مشكل، هذا أمر غير منطقي. ولذلك العلماء يقولون ينبغي الدقة حتى في أصغر الأشياء، الدقة حتى في أصغر الأشياء التي قد لا يلتفت إليها الآباء
ولا يلتفت إليها الأمهات، ولكنها مهمة.